السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ امور هانيه. اليوم الاخوان غادي ندير لكم واحد ديمونستراسيون على حساب الملتي ماب، نشرح لكم شنو هو البرينسيپ ديالها. بالنسبه لهاد الملتي ماب، ديما كتخلي الطوموبيل ديالك كتبقى نورمال، كتبقى ستوك، تقدر كاع ديرها ايكونومي، تنقص لها من الخيل ووقت الانسان اللي بغى يجري مع الكونسوماسيون ديال المازوت كتجي قضيه شويه زايده. اللي بغى يجري راه كيدير مثلا كيدير 16 3 ولا. انا بالنسبه لهاد الميتيماب ما درت له واحد البوطون، هذه المود سبور، نبقى هي نبدل بها الميتيماب. من بعد ان شاء الله راه نوريكم الطريقه غادي ندوز لها الخيط ديالها. هنا كما كتشوفوا، باش نشرح لكم الميتيماب كيفاش دايره، انا الاخوان انا راه مديماري بكارتوغرافي الان. هنايا كود بلوك موتور نيميرو 2، هنا كود بلوك موتور نيميرو 3، هنا 16 3. كدير لو كارتوغرافي اللي بغيتي، شوف انت اللي بغيتي كدير. هنا كنرجع دابا نيميرو ا هو 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 ستوك مثلا، ولا ستاج ان ولا ستاج 2. راه عندنا هنايا في الكارتوغرافي رقم 2، وهنايا في الكارتوغرافي رقم 3 نيميرو 3. هنا الاخوان غادي نولي نبدل غير من هنا، ما نبقاش نبدل من الريغليتور الفيتاس. ملي كتبغي تبدل سميتو خصك تورك على المبرياج كامل. انا شي واحد يبغي يورك مثلا انه يبدل لك الكارتوغرافي، خصك ضروره تورك على المبرياج كامل. كما قلت لكم، يا اما دير فيها ستاج 1 ستاج 2 ستاج 3، يا اما دير فيها ستوك ودير فيها لونتي فول باش ما ديماريش طوموبيل كاع، ودير فيها ستاج 3 الا بغيتي. ولا كما كتشوفوا هنا الاخوان، راه كيتبدلوا عندنا الكارتوغرافي. اي كالكيلاتور راه فيه 3 كود بلوك موتور، فيه لوطوماتيك والمانيال و 4 موسيم. حنا كنرجعوا داكشي ستاج 1 ستاج 2 ستاج 3. الاخوان من بعد نكمل لكم الخدمه. يلا تبارك الله عليكم.